بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الدنيا والآخرة الذي جعل دينه نجاة للبشرية من كل داء إنهم أحسنوا فهمه، وشفاء من كل علة إنهم أجادوا تطبيقه، وتنويرا من كل ظلام إنهم عرفوا مفتاحه. والصلاة والسلام على سيدنا عبد الله ورسوله الذي جعله الله نبراسا لكل طالب هدي أو علم أو خلق حسن، فهداه الله لأحسن الأخلاق وهدانا لتلك الأخلاق به، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، معالي رئيس اتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيخنا وأستاذنا أحمد الريسوني، ومعالي الرئيس المنتدى العالمي للوسطية، ومعالي رئيس جمعية مهدي بن عبود، العلماء الكرام وأصحاب السماحة والفضيلة والسعادة، الإخوة طلاب العلم الأكارم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر أولاً للمنتدى العالمي للوسطية الذين بذلوا الكثير في سبيل نجاح هذه المؤتمر وهو الحاصل بعون الله، ثم اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لأهل المغرب النبلاء الذي طالما كانوا رموزاً في الفكر والفلسفة والحضارة والثقافة. وأنا شخصياً بعد مغادرتي، لا سيما بعد مغادرتي المنصب، معجب بمتابعة حياتي العلمية والفكرية والثقافية والمقاصدية في المغرب، ورأيت أقرب مدرسة إلينا مدرسة مغربية، ونحن كعلماء علينا أن نجدد العلاقات العلمية والثقافية والفكرية بين تركيا والمغرب. وقبل أن أدخل الكلمة، أيضاً أود أن أساهمكم حزني بمناسبة ذكرى سنوية لوفاة رجل عظيم له حق علينا في تركيا وفي عالم الإسلام، ألا وهو نجم الدين أربكان رحمه الله. اليوم هو يوم ذكرى وفاته السنوية، وأرجو من الله تعالى له الرحمة وأن يسكنه إلى فسيح جناته، وأيضا أرجو من الله أن نملأ فراغه برجال عظماء. أيها الإخوة والأخوات، نحن أمة مهما طال بها الزمن واشتدت بها الظروف نلجأ دوما إلى تعظيم الماضي. لطالما كنا أمة لا تحب أن تتكلم عن مستقبلها ولا حاضرها، بل نجعل الصدر للماضي وننظر الحاضر والمستقبل من خلاله. وحتى لو تحدثنا عن المستقبل فإننا نتحدث عنه باعتباره منتهيا، والحق أنه يجدر بنا أن نقف وقفة جادة مع حاضرنا وماضينا إذا أردنا أن نصنع مستقبلا مختلفا. وأنا شخصيا إذ أتحدث عن المستقبل فلست أتحدث عن العلوم المستقبلية القائمة على الظن والتخمين المسمى بفيتشرولوجي، بل أتحدث عن المستقبل المقدر القريب القادم. وقد كان قال ضياء الدين سردار، مفكر باكستاني، يقول: عندما نتحدث عن مستقبل الأمة الإسلامية فهناك ثلاثة أنواع من المستقبل: المستقبل القريب وهو خلال الأعوام الخمسة القادمة،
ومستقبل الجيل ويمتد 20 عاما، ومستقبل الأجيال ويمتد إلى أكثر من 50 عاما. وهذه الأنواع الثلاثة أيها الكرام كلها يمكن قياسها وفهمها والعمل عليها، ولا يمكن لعاقل أن يقول أن من غير الممكن أن تعلم هذه المستقبلات، فالله جعل سننه جارية في الكون والأمم، وباستخدام تلك السنن نستطيع أن نعرف إلى أين تتوجه كل أمة، خاصة أمتنا إن نحن أعملنا عقولنا ومخابرنا. فاليوم هو مستقبل الأمس وماضي الغد، وبقدر ما أن اليوم هو أثر البارحة فإن الغد قطعا هو أثر اليوم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثانيا، على مر تاريخ أمتنا استخدم المسلمون منهجين لقراءة المستقبل، كلاهما منهج خاطئ، وكلاهما أنتج الكثير من الأخطاء التي يصعب حصرها الآن. أما المنهج الأول فهو منهج أنا أسميه بمنهج أدبيات آخر الزمان، وأقصد بها تلك النصوص التي تدور من حيث الأصل حول أشراط الساعة ونهاية العالم وقيام القيامة. فكنا مثل الذي ينعي ابنه حين ولادته، أو يواسي زوجين في عرسهما لطلاق أكيد قادم. وقد أنكرنا على الفكر الغربي فكرة نهاية التاريخ الذي صدع بها فوكوياما رؤوسنا ردحا من الزمان في ذات الوقت الذي أعلنا فيه نهاية العالم لا نهاية التاريخ فحسب. والمنهج الثاني هو منهج أدبيات الفتن والملاحم الذي ينظر إلى تاريخ الأمة من خلال اختلافاتها ويلبس نظارته السوداء التي التقطتها من الأمس لينظر بها إلى المستقبل، فأنى له أن يرى غير السواد. والكلام هنا أيها الأعزاء ليس عن صحة الأحاديث وضعفها ولا عن علل متونها أو قوة أسانيدها. أقول هذا أيها الكرام وأنا متخصص في الحديث النبوي، بل إن الكلام هنا هو عن تمركز قراءة مستقبل الأمة حول تلك النصوص، فرب قول صحيح وآفته من الفهم السقيم، وجعلها نقطة انطلاق للمستقبل. فأحاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم توجيهات ملزمة، لكن الداء كل الداء هو في فهمنا لتلك التوجيهات، أو في وضعها في غير موضعها، أو تحميلها ما لا تحتمل. وكلا المنهجين أعلاه منتشر كثيرا في تراث الشيعة، لكنه تسرب بطريقة أو بأخرى إلى تراث السنة ليمسك المستقبل من خناقه، لتكون نبوءة محقة لنفسها من خلال فرض تصوراتها على حاضر الأمة ومستقبلها. فكيف نتحدث عن حضارة إسلامية ونحن نعلن نهاية العالم؟ وكيف نبني أوطاننا ونحن نعلن خرابها؟ وهذه الروايات عن السفياني والخراساني واليماني وغيرها حولت العالم الإسلامي من أمة
تنظر إلى المستقبل بأمل وشغف للعمل والبناء وتحقيق الاستخلاف كما يريد منا القرآن وآياته. على ذلك شهود إلى أمة غارقة في اليأس والسلبية وانعدام الأفق والمستقبل. فأعلنا نهاية الأمة من الآن، وجلسنا نناقش علامات الساعة والقيامة وكأنها غدا، وفي هذا خطأ كبير جدا على مستوى الوعي الجمعي لهذه الأمة المحمدية التي اختارها الله وسطا بين الأمم. حتى حديث سيدي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها سرق من سياقه وصار يذكر في المناسبات الزراعية وعيد الشجرة، بعيدا تماما عن رسالة العمل للمستقبل التي كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في العقل الجمعي لأمته. والحاصل أن تلك المرويات الصحيحة منها وغير الصحيحة لا يصح بحال من الأحوال أن تصبح مركز نظرتنا إلى المستقبل الحضاري لأمتنا، وإلا فنحن نحكم على أمتنا بالموت قبل الولادة، ونأخذ بيدها إلى دار العجزة في شبابها، لنمضي حياتنا بعيدا عن تكلفات البناء الحضاري وأسئلة النهضة التي قد تعكر على صفو لهونا. ثالثا، هناك في القرآن مصطلحات أربع تدور حول إعمال العقل في الأحداث كما قال مفكر مغربي طه عبد الرحمن: التذكر والتفكر والتدبر والتأمل. أما التذكر فهو إعمال العقل في الأحداث الماضية، وأما التفكر فهو إعمال للعقل في الأحداث الحالية، وأما التدبر والتأمل فهما لإعمال العقل في الأحداث المستقبلية. والقرآن هنا يوجه أنظارنا دائما إلى الخطوة التالية: خذوا العبرة من الماضي وانطلقوا إلى الحاضر لتبنوا مستقبلا أفضل وتكونوا خلفاء لله في أرضه حقا. لكن لا يمكن التذكر دون ذاكرة وتاريخ، ولا يصح التفكر دون فكر، ولا يجوز التدبر دون تدبير، ولا مجال للتأمل دون أمل. الحضور الكريم، العشوائية والفوضوية في أحوالنا ونظرة اليأس والسلبية إلى مستقبلنا يجبرنا أحياناً إلى العودة إلى الماضي لتبجيله وتعظيمه بل وتقديسه أحياناً. لا نفتأ نذكر الماضي في كل جلسة وكل مؤتمر، وحتى في نظرنا إلى الماضي الذي نحبه نجدنا متفرقين ذوي أخطاء، ونختلف ونتشاق في نظراتنا إلى الماضي، ثم ننقل خلافات الماضي لنحييها في حاضرنا وننقسم بناء عليها، بل ونأتمن الأجيال القادمة من المسلمين على حفظ الخلاف. ويكأننا والله حتى نخشى من تلاوة قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رابعا، ولقد تعاملنا مع الماضي أيضا بمنهجين لا يقلان خطأ عن المنهجين الذي تعاملنا بهما مع المستقبل، بل هما انعكاس منه أو نتيجة له. أولها منهج يمحو من تاريخ الأمة الإسلامية ما يقارب 1400 عام فيعتبره كله هباء منثورا، ولا يسمح باعتبار أي تاريخ للأمة بعد عهد الراشدين، فجعلنا أمة دون سند تاريخي
ولا مستند حضاري أمة لا تاريخ له. والمنهج الثاني يعكس الحالة تماماً فيقدس كل ذرة وكل شخص وكل حدث في تلك التاريخ، ولا يقبل عليها خطأ أو نقداً فيحبس تاريخنا في برجه العاجي ويجعله فوق مستوى الامتثال البشري وفوق مستوى الاعتبار، فتضيع أي فائدة من دراسته ويذهب أي معنى من التفكر فيه، فهو مقدس لا تمسه الأيدي، خاصة الناقد البصير منها إفراط وتفريط، وكلاهما يبتعد عن العدالة بنفس المقدار. خامساً، في آخر قرنين ظهرت مجموعة من الأدبيات أحب أن أسميها بأدبيات التقدم والتأخر. لماذا تأخر المسلمون وتقدم الآخرون؟ وهذا المجموعة زاخرة بالكتب والمقالات والمرئيات والمسموعات، ويمكننا ملء مكتبة كاملة منها بهذه الأدبيات. لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم الغربيون؟ ونجد فيها الكثير من الأخطاء في تقدير المواقف وتحديد الدوافع وفي قراءة الأحداث، ومعظمها مليئة بلغة رد الفعل وعقدة النقص وهوية الضحية، فضلاً عن عقدة العقد ومشكلة المشاكل، ألا وهي تبرئة ساحتنا من أي ذنب فيما حصل، فنحن مجرد ضحايا الحرب الكونية والمؤامرة العالمية وليس لنا من الأمر شيء. نرمي الحمل دائماً على عاتق الغرب بمسميات مختلفة: إمبريالية، صهيونية، استعمارية، استشراقية ومثل ذلك، وكأن المفترض بالغرب أن يرانا نسقط وينتظرنا بكل أدب أن نقوم وننفض غبار اليأس عن ذواتنا المتعبة حتى يتمكن من الصراع معنا مرة أخرى. وقد رأت تلك الأدبيات جميعا أن الحل في الخروج من الحال الذي نحن فيه في السياسة أو الحركات العسكرية فقط، كل حركات الإسلامية والإصلاحية والتجديدية ركزوا على أمر السياسة فقط، لأنهم رأوا أن السقوط كان بسببهما، فالعلو لابد أن يكون بسببهما أيضا. ولهذا نجد أن حركات التجديد والإصلاح جميعا لم يركزوا على قوة الأخلاق، بل ركزوا على أخلاق القوة، فطلبوا السلطة من خلال السياسة، فكانت السلطة عندهم فوق كل شيء، طلبوا القوة والمنصب بدلاً من العلو الروحي والترقي النفسي، نسوا قوة العلم والأفكار والاجتماع والفلسفة والفن، وركزوا على قوة السياسة، وظنوا أنهم إذ يصلون إلى السلطة فسوف تحل جميع المشاكل بتحصيل الحاصل. وعندما وصلوا إلى المناصب ووصلت السلطة إلى أيديهم، قالوا: أواه، أين حلول الثقافة؟ أين حلول العلم؟ أين إصلاح الفكر؟ أين رقي الفن؟ ونحن هنا أيها الكرام لا نتحدث عن تجارب عاشها بلد أو بلدان، بل هي حالة مضطردة نعيشها كل يوم في بلدان أمة المسلمين. سادساً وأخيراً، أنا لا أخاف من صراع الحضارات، بل أخاف من فرقة تمزق الأمة، ولهذا يجب علينا لزاماً أن نركز على الأصول والمقاصد وتجديد الفكر
وإصلاح المنهج وإحياء العلوم وبناء جديد للأخلاق الإسلامية، فنستخدم المنهج المقاصدي بالضوابط الأصولية، لأن علم الأصول حين يتم أخذ عملية نشوئه وتطوره التاريخي بالاعتبار ليس مجرد علم يعتني بإنتاج قواعد الفقه وبناء أسسها. وبين أيدينا شيخ المقاصدين، فعلم الأصول علم مهم يرسم حدود المشروعية في إنتاج المعلومات الدينية، ويشكل أرضية الأفكار التي يدعها المسلمون على المستوى الفلسفي في مجال الفقه والأخلاق. والحفاظ على وظيفة الأصول في التحكم والتحقيق يكمن في الحفاظ على أهميته، ولا أقصد بالمقاصد هنا مقاصد التشريع فحسب، بل تتعداها إلى جميع مقاصد الدين وغاياته، مثل مقاصد التكوين ومقاصد العمران ومقاصد التنزيل، مقاصد القرآن، مقاصد السنة، ومقاصد التكليف. فمقاصد التكوين هي الطرق التي تتناول الغاية والحكمة من الخلق بجميع جوانبها، وتضفي معنى على الوجود، وتؤمن فهما صحيحا للطبيعة والكون. ومقاصد العمران هي الطريقة التي تؤمن لنا فهم التاريخ والحياة الاجتماعية وتاريخ الحضارات. ها أنا أتحدث في بلد ابن خلدون، في إطار المبادئ المنسجمة مع سنن الله تعالى. ومقاصد التنزيل هي غاية الوحي والنبوة والحاجة إليهما. ومقاصد القرآن هي المقاصد الكلية التي يشير إليها القرآن الكريم، وليس معاني آيات القرآن آية آية. ومقاصد السنة هي القدوة العالمية التي تعبر عنها الأعمال المتكاملة التي تعبر عن غايات الرسالة، وليس الأعمال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقاصد التكليف هي المقاصد الكلية التي تعبر عن علاقة الإنسان بالدين وسيره في الحياة وفق أحكام الدين باعتباره مكلفاً. ومقاصد الشريعة هي المقاصد الكلية في منظومة الأوامر والنواهي المتعلقة بالمعاملات. وغني عن البيان أنه من غير الممكن فهم مقاصد الشريعة دون تحديد بقية المقاصد. أيها الحضور الكريم، قبل شهور قليلة افتتحنا في العاصمة التركية أنقرة مركز التفكر الإسلامي دراسات الأصول والمقاصد، الذي يهدف أساساً من خلال دراسات الأصول والمقاصد إلى أربعة أمور: تجديد الفكر، وإصلاح المنهج، إحياء العلوم، وإعادة بناء الأخلاق. وهذه الأربعة جميعاً جزء من منظومة نعتقد أنها المفتاح للنظر إلى المستقبل بعين المخطط الواثق الذي يعتمد على سنن الله تعالى في خلقه وكونه، لنكون خطوة في طريق نهضة أخلاقية وعلمية وفكرية تضرب عميقا في تاريخنا، لتعيد المركزية إلى مركزه، وتبعد الهامشية إلى الهامش، وتضع الأمة في طريقها الصحيح نحو أمة تستحق استخلاف الله تعالى لها على هذه البسيطة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.